وتسير إلى النجيم، كانت هناك ردة فعل الناطق الرسمي باسم النجيم. هذه ردة الفعل أولا هي كما دخلنا حنا في الاجتماع هي غير مسؤولة ومرفوضة، وتقبلنا اعتذار السي إبراهيمي اللي هو اعتذر لنا، حتى حنا بدورنا اعتذرنا للرأي العام على هذاك السلوك اللي هو سلوك اللي حتى الإبراهيمي تفاجأ بنفسه بهذاك السلوك، لأن الإبراهيم معروف على حبه لنادي الرجاء الرياضي، معروف على أنه يشتغل بصمت، ومشكور على كل المجهودات اللي كيقوم بها في نادي الرجاء الرياضي. يمكن هي كان خطأ، وهذا الخطأ هو يعني وارد، حتى هذيك العقوبة اللي تصدرات حتى هي عقوبة قاسية بالنسبة لنا حنا، يمكن تسوى على العقوبة، ولكن غادي ندافعوا على السي الإبراهيمي إلى آخر رمى، وإن شاء الله هناك الاستئناف، وهناك كذلك بعد الاستئناف أشياء أخرى. باش تصير يرجع للمكتب المديري ويشتغل ويدير المهام ديالو، لا داخل نادي الرجاء الرياضي ولا داخل العصبة الاحترافية. كنظن بأنني تكلمت على كل شيء.